ان هو واجب على الزوج اللي يستأذن قبل ايه، قبل ما يروح البيت زوجته. الزوج يستأذن مراته قبل ما يروح البيت؟ اه لا مش يستأذن، استني بس استني هقول لك انا الكلام ده، ما الكلام ده مظبوط بس مش استئذان، اسمه استني يا يا ام محمود ارجوك خليك معايا بقى. الزوج الوارد الصحيح عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما يكون مسافر ما ياتيش اهله فجاه، يقوم يعلمها عشان تسرح، ده الهدف. ايوه مفيش هدف تاني، احنا بيوتنا ثقة ومحترمة وكل حاجة، بس عشان تقوم هي تشيل الجلابية اللي بقالها اسبوعين وريحتها وحشة، تاخد لها شاور بسرعة كده عشان ريحتها برضو تبقى طيبة، وتلبس الحاجة اللي هو بيحبها لو كانت فاكراها، يعني لو هي فاكرة هو بيحب ايه يا ولدي من هدومها، تلبس له الحتة اللي بتشرح صدره وجاي يعني كده معايا. ده الهدف. فكانوا زمان انت عارفه لا فيه موبايل ولا شات ولا بات ولا اي حاجه خالص، انما ده دلوقتي يا ام محمود يقدر يقول لها وهو في الطياره وهي لسه بتعمل كده، وبتنزل ان في الطياره ممنوع الموبايلات فوق بتاثر على الملاحه وبتاع، ومش فيه شبكه فوق، فاول ما تنزل كده يقول لها بنزل من الطياره، يقول الحمد لله على السلامه وتيجي. وكمان هي عارفه قبل ما يجي باسبوع هيرجع امتى، حتى من غير موبايل. وفي النهارده حد مش عارف رايح فين وجاي بعد قد ايه، العلم موجود فيجي وهي الحمد لله. والحاجه الثانيه كمان ان برضو الحمد لله نسبه النظافه في مش انا قلت لكم قبل كده زمان البيوت بقى، يعني فيها الست سواء في راجل او ما فيش راجل بتستحمى وبتتشور وبتتنيل وبتعمل، ما فيش مشكله على الاطلاق. يا اختي نعرف الهدف، الهدف ان الراجل كان بيجي فجاه وكان مسافر ضارب في شعاب الارض يا دكتور، وبيرجع مستنيني بس، وبيرجع فجأة والزوجة لا عندها مية ولا عندها كذا ولا عندها حمام، ولا ما كانش عندهم حمامات حتى، ولا بيت النبي نفسه كان فيه حمام، بعدين دخلوا الحمام، فالناس بتروح الخلا عشان تعمل حمام وترجع والدنيا. فلما يجي الجامع ويبعت عيل صغير أو مرسال أو يلاقي أخوها معادي في الطريق ويقول له على السلامة ويقول له والله بلا أختك الله يخليك تعمل لنا بيضتين ولا حاجة في زماننا يعني خير وبركة، بس ايه المشكله اللي عندك في ده؟ الحوار تطور وقالوا اللي هي المفروض الزوج يستأذن من زوجها على اساس لو كان في راجل في البيت ولا حاجه واخد بالك، يخرج ولما يجي ما يبقاش موجود. وبعدين واحد منهم ذكر حديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام ان في واحد ما اسمع ان في واحد اسمعني في الله يكرمك انا سامع يا بنتي وحافظ قبل ما تقولي، وانه واحد اسمعي يا اختي ان واحد سمع ما سمعش كلام النبي وراح فجاه لقى واحد مع مراته. ايوه طب امال ايه بقى؟ الرسول عليه الصلاه والسلام دخل في يوم على السيده عائشه لقاها بترضع رجل، فقال لها مين ده يا عائشه؟ فقالت له ده اخي في الرضاعه. هل الحديث ده صحيح ولا والله السيده عائشه رواه البخاري؟ والله السيده عائشه لا رضعت واحد ولا رضعت واحده ولا كان فيها لبن ولا خلفت. استني بالراحه بس يا جدعان، قال كده امبارح. انا بجاوبك مع اني اللي مش مقتنع بالكلام ده كله، ده شككني في ديني يا دكتور. يعني ينفع معقول للرسول صلى الله عليه وسلم السيده عائشه رضي الله عنها لا ما بترضعش؟ هذا الوضع. استني بس استني انا اقول لك الحديث، يمكن هو قاله وانت سمعتي غلط. ده قال البخاري اللي صحيح البخاري. لا اطمني انا حافظ البخاري زي الفاتحه. طيب. والحديث على الشمال وقبل الاخر بثلاث تستر. الله يكرمك. بان النبي عليه الصلاه والسلام دخل لقاها معاها واحد، مش بترضع واحد، واحد قاعد جارها قاعد. ومش قاعد جارها يعني قاعدين الاثنين على كرسي واحد، يعني قاعد في البيت. قال لها مين ده؟ قالت له اخويا في الرضاعه. فقال لها كل واحده تتحرى وتشوف. الشيخ بقى قال ده كانت بترضعه. ترضعه؟ طب هترضعه ازاي وهي ما خلفتش؟ بالعقل والنقل كده. هي خلفت السيده عائشه؟ فانا قلت لحضرتك انت اللي هتديني الاجابه الصح. لا ما بقى رضعته حد الله ما حصل، ولا البخاري قال كده ولا حد قال كده. هو دخل لقى واحد، المفروض الواحد ده يبقى ابن ابو بكر الصديق اللي هو اخوه. الكلام ده له مغزى. مغزى يعني ايه؟ يعني ليكي اخ من الرضاعه واس قوي، وليك اخ ابن امك وابوكي او ابن امك بس او ابن ابوكي بس، ده اسمه اخ من النسب وده اسمه اخ من الرضاعه. في سؤال في الفقه حضراتكم كتير جدا ما نعرفوش، ايه الفرق بين الاخ من الرضاعه والاخ من النسب؟ الاخ من الرضاعه لا يخلو باخته، انما الاخ من النسب ينام هو واخته في اوضه واحده.
بنت محمى وابن محمى يناموا مع بعض. بنت محمى رضعت على ابن عبد الجبار، ابن عبد الجبار يقول ده اختي في الرضاعه، اما نام معاها ويقفل الباب لا يمكن، ما فيش دين بيقول كده. مش ترضعه؟ الخلوه بيها لا يجوز، مع انه وقوع في الرضاعه، هو في الرضاعه مش معناها يختلي بيها. والحاجه الثانيه لا يورثها ولا تورثه، اخويا من الرضاعه، حد قال له نصيب في الميراث؟ انما اخوها من النسب، في احكام بقى في المواريث. انا شوفوا عايز اقول لكم على معلومه اخطر من الكلام اللي بنقوله فيه كله. احنا قلنا الاول عله القدوم اللي جاي فجاه ده بيقول لمراته ليه؟ عشان خاطر تستعد للقائه. في امور ست فيها بتبقى موجوده في البيت لوحدها بتتغاضى عن اشياء بتاع مش جاهزه حاجه كده، لما تعرف ان الراجل جاي بتقوم تستعد للقائه، تفرحه انه جاي يلاقي منظر طيب، لا يشم منها الا اطيب ريح، ولا تقع عينه منها على قبيح. وانتوا حافظين الكلام ده كله، بس خلاص ده الدرس المستفاد المحترم جدا. لكن انا ليا تعليق صعب جدا اللي هو ممررني في اخر الحلقه، دايما انا موعود باخر الحلقه كده، اللي هو ايه؟ كلمه الاخت ام محمود يشككني في ديني. هو مين اللي يشكك في ديني؟ يشككك في دينك انت؟ وده انا عامله موضوع حلقه، اللي هو لما بنزعل او نغضب او ما نفهمش حاجه بنيجي جايبين التقيلة، جايبين الكبيرة. يعني واحد بس يدوب كده اقول له ولا عارف شيء، واحد جرحني كده اشرب من دمك، لا اجرحك زي ما جرحتني ممكن وارد قوي بمثل ما اعتدى عليكم، خلاص. انما ازود ليه ازود يعني؟ فانا عايز اقول ما شككيش في دينك ولا حاجة. دينك تشك فيه؟ قالت رسلهم افي الله شكون؟ هو احنا ديننا قائم على روايات؟ في رواية صحيحة انا المفروض اخد ابقى واقف قدامها ازاي؟ ابحث لها عن وجهي، يوجهه لي عالم يفسروا لي كده، يقول لي ده كان كذا يبقى كذا. انما ترضع مين؟ زائد اني اخوها اللي هترضعه ده، رضاع الكبير ده مسألة مجمع على انها مش موجودة. يعني ايه رضاع كبير؟ الرضاع ما فتق الامعاء، يعني الصغر بعد سنتين. سؤال صغير، لو واحد رضع من واحده بقت ايه؟ امه في الرضاع، امه في الرضاع، كويس قوي، وهو عنده ايه؟ من يوم ما اتولد لغايه سنتين اتنين. بعد سنتين لو رضع منها لهي امه في الرضاعه، ولو كبر وهي لسه صغيره ممكن يتجوزها لان مش امه في اللي هي اسمها ايه؟ لا يحرم، وممكن يتجوز بنتها لانها مش اخته في الرضاعه، مع انه ما فطمهوش بدري، بعد السنتين قعد يرضع لما مات من الشبع. ممكن يتجوز اللي رضعته ويتجوز بنتها ويتجوز اختها ويتجوز الدنيا بحالها، مفيش مشكله، لان ما هياش امه في الرضاعه، لان ده رضاع غير محتسب. فلو راجل كبير لا قدر الله رضع من واحده كبيره، اولا ارتكبوا معصيه واسم، ان الكلام ده له في شرع وحاله خاصه وردت وانتهينا منها وما كانتش كده، يعني الحاله الخاصه المعروفه عند المحدثين ما كانتش مباشر، خلاص. لكن بعد كده زي ما قلت لكم كان اسمها حاله خاصه، لكن ولا حصلت ولا تحصل ولا تحلل ولا تحرم ولا تعمل اي حاجه غير الاسم والمعصيه. ام المؤمنين عائشه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، ولم ينجب منها ولا كشفت على حد ولا حد كشف عليها ولا رضعت ولا عملت. ترضع منين وترضع ازاي؟ وزايد ان اي ادب ده اللي احنا نقبله؟ والبخاري يقول انها رضعت، ترضع مين ده؟ لا واحد موجود، الواحد اللي موجود ده مين ده؟ انا معرفوش، ده مش ابن ابو بكر، مش اخوكي، قالت ده اخويا في الرضاعة. كل واحدة فيكم، ومش بس الكلام لأمهات المؤمنين، الكلام لكل نساء المسلمين، كل واحدة تتحرى من أخوها. أخوها